بمناسبة إن الجو حر اليومين دول جدا. طبعا بيكون في ضغط بكل تأكيد على الكهرباء واستهلاك زيادة في الكهرباء، عشان كده امبارح وزارة الكهرباء سجلت أقصى حمل كهربائي خلال ساعة الذروة وبلغ تقريبا 33,000 ميجا وات. طبعا احنا ما حسيناش بأي أزمة لأنه عندنا قدرات كهربائية متاحة حوالي 47,900 ميجا وات، وده بفضل المشروعات العملاقة والضخمة اللي اتعملت في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور لحضراتكم وتحيات، هذا كل سنه وحضراتكم بخير وسعاده وجميع متابعين الكرام ان شاء الله. يا اهلا بيك يا فندم حضرتك. طيب دي اول مره السنه دي بيتم تسجيل اقصى حمل، ازاي قدرنا نتعامل معاه وخاصه في وقت الذروه؟ هو طبعا زي ما حضرتك اشرت الطفره الكبيره اللي تمت في قطاع الكهرباء والتطوير اللي تم والدعم الكبير من السيد الرئيس لهذا القطاع الحيوي سواء على مستوى انتاج الطاقه الكهربائيه، احنا دخلنا تقريبا في الفتره السابقه اكثر من 31,000 ميجا وات، يعني ضعفنا اللي كان موجود في 2014 او اكثر بالضعف كمان، يعني كان موجود في 2014 اقصى حاجه متاحه تقريبا 24,000 ميجا، احنا دلوقتي المتاح تقريبا حوالي 48,000 ميجا، بالاضافه الى الجزء الاخر وهو تطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء. يعني زي ما مهم قوي الانتاج والاحتياطي اللي موجود، مهم جدا هو تطوير شبكات علشان استقرار الكهرباء اللي بتوصل للمحافظات وللمنازل ولكل المستهلكين، وده اللي تم فعلا يعني اضعاف من الكيلومترات. وده اللي كنت هساله بالفعل دلوقتي، هل الاستقرار ده كان موجود على مختلف المناطق في الجمهوريه ولا كان موجود في المدن الكبرى في او عواصم المحافظات؟ لا، على كل المستويات، يمكن احنا الاهتمام كله في الاستقرار على كل المناطق، يمكن في بعض الاماكن على مستوى شبكات توزيع اللي بيبقى فيها مباني مخالفه كتير زياده عن المخطط، شبكات المخططه ممكن يبقى مع زياده احمال يحصل بعض الانقطاعات، ولكنها انقطاعات متفرقه، وعلى نفس المستوى الفرق الطوارئ موجوده، يعني موجوده على مدار 24 ساعه لو في اي مشكله او في اي عطل، احنا على طول فاتحين اليات متعدده لاستقبال الشكاوى علشان لو في عطل ولا حاجه احنا نتوجه ليها. وفي جزء اخر وهو الصيانه، يعني برضو زي مهم كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها هو الصيانه برضو الدوريه علشان التاكد ايضا من جاهزيه المهمات الكهربيه. وعايز اقول برضو من خلال حضراتكم يعني نوضح للساده المواطنين اليات الابلاغ، علشان طبعا احنا داخلين على اجازات العيد وبنطمن الناس كلها ان هو احنا شغالين على مدار 24 ساعه، في اي وقت لو حصل اي مشكله عندنا في خط الساخن 121 للابلاغ عن اي عطل او اي مشكله، والفرق الطوارئ مجهزه وبتتجه على طول لمكان العطل. ايضا في المنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء الذكيه برضه بتستقبل البلاغات، بالاضافه طبعا للمواقع الالكترونيه المختلفه. طيب كلام حضرتك بخصوص ان في بعض المناطق بيكون فيها بعض المباني العشوائيه اللي بتمثل حمل وضغط على شبكات الكهرباء يؤكد ان احنا عندنا احصائيات بالمحافظات الاكثر استخداما للكهرباء. هو طبعا يعني هي على مستوى المحافظات، يمكن المدن طبعا بتبقى اكثر استهلاكا للكهرباء المحافظات المدن، ولكن يمكن بتزداد اكثر في الاماكن اللي بيبقى فيها تكدس اكثر بالنسبه للمصطفين، وطبعا مع زياده درجه الحراره، بالاضافه الى يمكن الاماكن اللي فيها استخدامات للتكييفات اكثر او الاماكن اللي فيها معدل الاستهلاك بالنسبه للتكييفات والاجهزه بصفه عامه بيبقى اكثر، هو ده من ضمن الاماكن اللي فيها استهلاك كبير. ولكن خلينا نطمن الناس ان احنا الحمد لله يعني الاستهلاك اي كان الاستهلاك اللي موجود احنا على استعداد دي، هي بس الفكره كلها بقى ان احنا كمواطنين بقى ونخلي بالنا بس عشان ما نفاجئش بالفاتوره في اخر الشهر ان تبقى تتعدى الميزانيه بتاعتنا. أكيد الفترة الجاية في خطة كده للتوعية باستخدام الطاقة النظيفة، يعني مش هنفضل نستخدم طول الوقت في مواردنا الطبيعية؟ هو طبعا احنا توجه الدولة بصفة عامة للتوسع في الطاقة المتجددة سواء شمسية أو رياح، وممكن احنا على مستوى العام بالنسبة للاستراتيجية
الاستراتيجيه للدوله احنا مخطط ان احنا نصل الى حوالي 42% من مزيج الطاقه من الطاقه المتجدده، خاصه ان عندنا الامكانيات مش بالنسبه للشمس والرياح كبيره الحمد لله، ولكن في جزء مهم خاص بالمتصل بالمواطنين ايضا وهو الخلايا الشمسيه اللي ممكن يتم انشائها اعلى اسطح المنازل. ديت من ضمن الاتجاهات اللي بشجع فيها الانشاءات ديت، خاصه للمواطنين عندهم مساحات ممكن ينشئوا فيها الخلايا الشمسيه، ودي اول حاجه ممكن طبعا تزود من استخدام الطاقه النظيفه، وكمان كان في نفس الوقت بتقلل طبعا من قيمه الفاتوره الخاصه بيهم بالتاكيد. اكيد كل شكر للدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء.